السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خوتاتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. دونك اليوم بغيت ندير البريوش باش نوجد إن شاء الله الغدوة الفطور الصباح القهوة تاع الصباح. قلت نشارك معكم الطريقة تاعي، إن شاء الله راح تعجبكم. دونك هنا شعلنا الشيرات، عندي هذا الكاس كبير فيه 300 مليلتر تاع الحليب، راهو دافي، دفيته في الميكرووند. عندي كاس تاع 180 مليلتر ماشي معمر بالسكر كما راكم تشوفوا، قل ربع. دونك كاس كبير فيه 300 مليلتر، نتوما ديروا زوج كيسان من وزن 180 مليلتر، ولا عينكم هي ميزانكم. هنا درت مغرف كبيره تاع اكل معمره بالخماره الفوريه، وهنا ندير لافاني، ندير نص مغرف كبيره فوالا لافاني باش تقضي لنا الريحه تاع الخماره وتاع البيض. دونك شنسحقو تاني، او ساهل ماهل اقتصادي، ما فيش بزاف صوالح، ويجي قطني. انا هنا ما عنديش الليم تاع الحبه باش نرابيه، دونك درت قد مغرف صغيره عطر الليمون. هاد العطر راني شارياته من عند هذوك مستلزمات الحلويات. دونك انا شاريه شحال من كو. دونك نتوما الى عندكم الليم الحبه هكا واجد، من الاحسن ترابو حبه تاع الليم. هنا درت حبه بيض، درجه حراره المطبخ ما تكونش بارده، ودرت هذاك لافاني كما راكم تشوفوا، ونروح نحرك كل شيء في رحبه، الحليب مع الخماره مع السكر مع البيض مع لافاني. هنا كنت نسيت القرصه تاع الملح الشيرات، حطيت الملح حدايا، ما كنتش كونسونطري، كنت نهضر كنت لهيا. ديروش عليا، نتوما ديروا قرصه تاع الملح. نروح ندوب بالفوي كما راكم تشوفوا مليح داك السكر. وعندي الزيت تاني، الزيت ما نديروش كاع كاس، هنا لازم ندوبو مليح داك السكر الشيرات، ما تخلوش هكاك قاعد حبات. انا ماغري السكر تاعي شويه رطب بصح حاولت ندوبه مليح مع الحليب هكا باش يجي البريوش تاعنا يجي خفيف، ما يجيش مدقس. هنا نروح ندير الزيت، عندي نص كاس تاع الزيت، نص كاس برك تاع الزيت، ما نديروش كاع كاس كومبلي، ونزيد نخلط مليح حتى يدخل الزيت مع الحليب وما يوليش يبان. فوالا نخلطو مليح. هذه الوصفة راهي معتمدة عندي وناجحة، دايما نديرها وناجحة، غير ما نصورش برك. دونك هنا نروحو نجيبو الفارينة. انا عندي هاد لي باكي راه فيهم شوية شوية، قلت نبروفيتي نخويهم، تاع فرونسين، وعندي في البلارة تاني الفارينة تاع فرونسين باردون. فوالا ني كملت هادو اللي كانوا عندي فيهم شويه شويه. نجيب الخماره تاني وزن 11 غرام، خماره تاع الكاطو، كنا درنا مغرف تاع الخبز، خميره الخبز، درك نديرو خماره تاع الكاطو. ونبدا نلم حتى تتكون عندي عجينه طريه، تكون شويه تلصق ماشي ناشفه بزاف. نبدا نضيف الفرينه غير بشويه، بعد نستعمل يدي بيان سور باش نحس بالعجينه. ونلمها مليح، عجينه طريه تاع بريوش كيما تاع الكحكو كاع، ما تكونش تلصق بزاف وما تكونش قاسحه. فوالا بعد ما لميت هذا، دروك شندير في الاخير مغرف كبيره معمره بالدهان، يكون دهان ولا مارغارين اللي عندكم، المهم يكون درجه حراره المطبخ، ما يكونش من الفريجيدير، يكون بوماد. نبداو ندخلوا فيها، نتوما تحسبوا العجينه تاعكم تخسرت بصح هي لا، غير دخلي مليح داك الدهان ولا المارغارين غادي تولي العجينه تاعك ليس وطريه. هنا كملت كما راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي طريه، نغطيها بالفيلم اليمونتير بهذا البلاستيك تاع المطبخ، ونخليها تخمر حتى تضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. بعد ساعه ضعفت لي في الحجم تاعها. من جهه اخرى راني نخدم في الرفيس الغليزاني، راكم تشوفوا في الطاجين راه فوق النار ويطيب. دونك درت دو فيديو ميم طون هذا النهار،
مي غادي ندير كل واحد وحده باسكو يجو طوال. كيما راكم تشوفوا كي تهبطوها بيديكم تحسوها اسفنجيه قطنيه وخفيه فريشه. دونك هنا العجينه تاعكم راهي ناجحه. دروك شنو نديرو؟ جبت هذاك البلاطو دهنته بالزيت، رايحه ندير كريات، نوجد الكريات تاعي بعد نحشيهم بالشوكولا. دوك نصغرهم، هذوك زوج درتهم كبار، نديرهم شويه متوسطين خاطر غادي يخمروا ويكبروا معنا. هنا جبت السنيل اللي يدخل للكوشه، درت له هذاك ورق المطبخ ونبدا نحشي في الحبات تاعي بالشوكولا. شوكولا عندي هنا شوكولا بالحليب، ندير زوج حبات باسكو حبه صغيره. ونزير مليح داك القفل باش ما تسيحليش الشيكولا وتنحرق لي. لازم نبلعو مليح من تحت، نقرصوها ونبلعو نزيرو بيان هكا بالشوكولا ما تتحلش العجينه والشوكولا تذوب. كي تذوب غادي تنحرق وتشيطنا في الكوشه. دونك هنا عمرت هذاك البلا تاعي، باقي لي 3 حبات. دوك نديرهم في بلا صغير ونخليهم يخمروا ثاني المره الثانيه. قبل ما نخليهم يخمروا راح نطليهم بالبيض بيان سو. عندي هنا زوج صفار بيض، ندير لهم شويه تاع لافاني باش تروح ديك الريحه تاع السفوريه تاع البيض. عندي هنا الجلجلان نوجده ثاني باش نديره الديكور، وندير شويه تاع الحليب. قد مغرف كبيره تاع الحليب مع زوج صفار تاع البيض، نص مغرف صغيره تاع لافاني. نخلط كل شيء ونروح بادي جوني كاع الحبات تاوعي، نطلي الحبات تاوعي بالصفار البيض. ومن بعد ندير لهم الرشه تاع الجلجلان. نجمو ديروا رشه تاع السكر، نجمو تخليهم كيما راهم كيما طلع لكم. فوالا ندهنهم مليح بالصفار البيض وندير رشه تاع الجلجلان ونخليهم يخمروا المره الثانيه. دونك هذا البريوش تاعنا يخمر زوج مرات، يجي علامه خفيف وقطني. دوك تشوفون في اخر الفيديو ان شاء الله كيفاش يخرج. يجي قطني ما شاء الله وخفيف. فوالا دروك نخليهم يخمروا المره الثانيه. هنا بعد ما طاب البريوش تاعي شوفوا ما شاء الله يجي خفيف ريشه ومقطن كما راكم تشوفوا. تحمروه مليح من الفوق، طيبوه بيان من تحت ويتحمر. لازم هذا اللون تاعو يجي ذهبي محمر. وكما راكم تشوفوا راني نتغطى عليه وهو راه يطلع، راهو خفيف وناجح هذا البريوش. ان شاء الله تجربوه الشيرات وينجح لكم، وشوفوا اللون تاعه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه الشيرات وينجح لكم وتقولوا لي في لي كومونتير. دوك نقسم معكم حبه تشوفوها في الوسط. شوفوا كي يجي داير في الوسط، يجي مقطن ما شاء الله وخفيف خفيف. فوالا دونك هذا هو البريوش تاعنا، خفيف ريشه كاع ماكش رافده حبه. فوالا شوفوا في الوسط هذيك الشيكولا. نجمو تاني تحشوه بالشوكولا للطلاء، هذيك تاع الدي ولا نوتيلا ولا اللي عندكم. فوالا هذا هو البريوش تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي اللي هي على طريقتي. وراكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوليش الجيم والكومونتير. مع السلامه.